المجربة والجيدة. شي واسم جربوا وليدة طبعا يا فقرتنا الحين 10:38 دقيقة واتصالاتكم غادي ناخدوها في انتظار حضور هدى اليدري الخبيرة في الطبخ. طبعا اتصالاتكم كالعادة على 0522 36 10 0522 36 10 36 أو عبر الأس أم أس 5566. ومعنا أول متصل وأول حد قام من خريبكة معنا فاطمة. فاطمة صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. لاباس عليك فاطمة؟ لاباس الله يحفظك. على الله. كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. كاين شي غدا؟ كاين موجود. مرحبا. رديتي ولا باقي؟ لا 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 رجعت. يا لا لا والله الا حد قام على راسه. الله يحفظك حبيبه. الصحه والراحه. تفضلي فاطمه شنو غتعطينا اليوم؟ الحمد لله باغا نعطيك ولكن بغيت نسول بعدا الا كانت الاخت هدى ديال دار. يلا سولينا منين نجي نطرحوا على السؤال. يعطيك الصحه. غاديك نسمى ديال بريستيج اللي دايره. اييه. كنجرب الشهيوات ديالها تبارك الله عليها ما نقولكش. اييه. صراحه نبيع عليها. وغير ديك بغيت الا كان ممكن تحطوا لينا في الفيسبوك بتصور. يعطيك الصحه. تصور او احنا لا لا خصو فعلا هذاك خصو تصور ولا خصو الفيديو ان شاء الله وهي وعدتنا قريبا ان شاء الله. المهم قبل قبل رمضان ان شاء الله اكيد فاطمه غادي نحطو. فاطمه من الخريبكة شكرا لك وماشي انت الوحيده اللي كتسولي على المسمى من بريستيج طريقه بالصور ولكن بزاف ديال الناس لانه فعلا حتى انا من الناس اللي ما نقدرش نصوبو بلا من نشوفو كيتصوب صراحه لانه في واحد الطريقه معينه في الطويان وكذا. ناخذ روان اسم جميل. روان من الفقي بن صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا روان؟ لاباس الحمد لله. لاباس عليك كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. الساعه فكرك سبق نهضر مع هدى الا كانت. تفضلي. بحيث الكيكه اللي سميده اللي عطاه درتها ولكن ما بقاتش ليا. كيكه ديال السميد؟ شنو درتي فيها؟ بلاتي اختي نجيب لك المقادير. اختي جبيه مقادير باش نشوفوا واش هذاك الشيء هو هذاك. خمسة البيضات. نص كاس زيت. نص كاس ديال الزيت. نص كاس ديال الزبدة مذوبة. نص كاس ديال الزبدة مذوبة. ثلاثة الخمارات. جوج كيسان سميدة رقيقة. نص كاس ديال الفورس. كلشي مزيان هدى و هدى. كاس ونص ديال السنيدة. شور حامضة الليمونة محكوكين وكاس لاروف ديال الحليب. اييه. ومعلقة كبيرة ديال الكوفيتير. وشنو اللي كي علاش ما صدقاتش لك شنو كان فيها شنو المشكلة ديالها؟ ما جاتنيش من فوقها جاتني بحال الحرشة رقيقة بزاف من فوقها. ما تنفختش لك؟ بالمرة. واخا بقي معنا روان على الخط. بقي معنا حنا بما رحبنا بهدى. هدى ديالي صباح الخير. صباح النور امينه. شتي ورقه السامع جبتها؟ شتي لا سيركيلاسيون ديال العادي ما عرفتي مابقيتش دافي ما عرفتش عدينا بجنات بما جيتي انت. لاباس عليك كلشي مزيان؟ الحمد لله شكرا لله. يلا الكيكه ديال السميد ديال روان ما حدا معنا في الخط شو نشوفوا فين كاين المشكل. بعد ما سمعت دارت المقادير كلهم ولكن ما ذكرتش بان دارت الخل والماء لان كيكه ديال السميده حنا اصلا اللي حطينا ما درناش فيها الخل والماء. حنا كنقولوا كقاعده كتبقى هي دائما الخل والماء. الا بغيناها منفوخه اي نوع كيكه كنقولوا خلاص بلا خل وما تخرج هكذا. شوفي لا لا بلا خل ضروري حيت الخل مع السميده كيساعدها بانها تنفخ. السميده صعيب تنفخ بوحدها باش كنزيدو ديك المعلقة ديال الخل باش كتفاعل مع الخميره. ايوا اختي ما قلتيهاش لينا. سمحي لي ما قلتيهاش لينا. احنا قلنا القاعده كتبقى قاعده. اختي قولها لي فين ما خصنا نديروها نديروها. اي نوع ديال الكيكه شحال غنزيدو ديال الخل؟ كنزيدو معلقه صغيره لكل نوع ديال الكيكه. معلقه صغيره ديال الخل ومعلقه كبيره ديال الماء. ضروري كنضيفوهم مع البيض. ملي كنديروا البيض والسكر كنضيفوهم. واخا اذا روان تقدري تعاوديها وتضيفي عليها هاد جوج الحوايج باش تنفخ لك شويه ياك. شكرا لك روان. شكرا على اتصالك. ناخذ لبنى من الدار البيضاء. صباح الخير. صباح النور اختي امينه. لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. كلشي مزيان الحمد لله. تفضلي. كلشي مزيان كي دايره اختي هدى؟ الحمد لله هانيه لاباس عليها. الحمد لله. عافاك اختي هدى بغيت غير نسولك حبيبتي دابا انا كيكون عندي الديسير في المجمد اييه وتنبغي ندير به لي كلاص البنيتات ديالي الله يخليهم لك اييه ما عرفتش كيفاش نصايبو.
بغيتي الكلاص شي طريقه باش نصوبوا الكلاص لي كلاص بالديسير بحال الفريز بحال المونغ حيت كنديرو في المجمد بحال البنان واخا لبنى شكرا على اتصالك نشوفوا هذا الطلب واش نقدروا نحققوه لك اليوم ولا نهار اخر على حسب هدى نشوفوا اسيا من الدار البيضاء دائما اسيا السلام عليكم وعليكم السلام صافا لاباس عليك لاباس الحمد لله اسيا تفضلي كيدير هدى لاباس الحمد لله الله يخليك بغيت نسول على دانون ديال الدار يا غرس ديال الدار هذيك عندي هذيك الكراي اللي فيها الكيسان ديال الضو ايه بغيت نعرف المقادير باش نديرو واخا يا غورت ديال الدار شكرا ليك اسيا يا غورت بلا باغي باله ديال الدار واخا شكرا على اتصالك احلام من وجده السلام عليكم وعليكم السلام اهلا كي دايره لاباس الحمد لله احلام تفضلي كي دايره الاخت هدى الحمد لله الله يطول عمرك بغيت نسولك الاخت هدى واش نعيرك انت اللي نديرها مع الكيكه واش طايبه ولا بارده لا غير بارده نكونوا نخلطوا شكرا شكرا على اتصالك احلام ايوات مجربه والجديده 10:47 دقيقة ونشوفوا هذا اللي ممكن نديرو الطلبات اللي ممكن نديرو كلاص ديسير ممكن ندوزو اليوم وي هدى اها ياغورت في الدار بهذيك الآلة اللي قالت اسيا هي نبداو بالكلاص نبردو على راسنا في هذا الصباح كلاص بالديسير يعني. إذا كلاص بأي نوع ديال الفاكهة احنا بغينا فالفواكه باش نعرفوا بالدرجة الأولى منين تجبدو من المجمد كيتقطعوا قبل ما تجمدهم يعني تحاول تقطعهم قطع صغيره وعاد ديرهم فمنين غتجبدهم غتخليهم يديكونجلا واحد شويه ماشي مده كثيره لان غادي تلقوا الماء كثير الا بقاو فغادي تضاف لهم كميه ديال السكر ان كولي دو فخوي ان كولي دو فخوي هو اللي كنقولوا فواكه غير هي اي نوع الفاكهه معها السكر السكر يكون سيدة او سكر كراسي حسب الاختيار فكيطحنوا كيوليو ان كولي كيعطيونا ديسير كيكون ثقيل يعني بدون ماء سواء كان فخيز يا تخليهم يديكونجلا شويه علاش لان الا ما ديكونجلاوش ما غيعطيوش ديك النسبه ديال الماء اللي غتعطيني باش يكون عندي ان كولي فغادي تطحنهم غتجيب قشده طريه تقدر تصوب كلاص ساهل نعطيوها كلاص اللي هو بسهوله ممكن تحضرو في البيت ديالها خاصه حتى الناس اللي ما كيبغيوش الكلاص فيه البيض يعني فالبيض كيكون خضر كتقول لك ديك النسمه ديال البيض او ديك الريحه ديال البيض ما كتعجبش بزاف ديال المستمعين فكناخذوا قشه طريه كنطلعوها يعني تاخذ بحال دابا مقدار الا استعملت ربعه ديال الدسير مع ربعه ديال السكر طحناتهم كتاخذ يترو ديال القشه طريه كتضربها حتى كتولي على شكل كريمه شحال ديال القشه طريه يترو ديال القشه طريه كتبعي بالإترو كتبع كتبع الليتر كتبع بالعبار كتبع بالبكيه لا كاينه كيت صغار مثلا لا 250 هذوك 250 غرام فيهم 200 غرام ما كتكونش فيهم كاع 250 غرام شحال ناخذوا من وحده احسن تاخذ بالبواط هي كتباعوا بلي بواط نيت في المتاجر الكبرى كاينين لي بواط او كد الناس اللي كيجرون بالعبار كيجرون سيترو إترو موجوده متوفره دابا ولات هكا كتكون ثقيله هكذاك ثقيله دونك نجيب اترو كتجيبها كتبردها مزيان تكون بارده مزيان حتى ديك الصلاديغ او ديك الاناء اللي كتبر اللي كتطلع فيه القشده كيكون بارد كيكون بارد بطبيعه الحال باش كتعطينا ديك الكثافه بسرعه فكنضربوه ما كنوضعوش حنا كنقولوا دائما قاعده لكل اترو ديال الكريمه كنضيفوا لهم 250 غرام هنا لان عندنا ان كولي دو فخوي او عندنا ما عرفتش كيفاش غنقولوا لها بالعربيه عقد من الفواكه المهم عندنا الفواكه اي نوع ديال الديسير عصير فواكه بلا ما بلا ما بلا حليب فوالا غير مع السكر كناخذوا القشده طريه كنضربوها مع 150 غرام ديال السكر مع 150 غرام ديال السكر نعم كنضيفوا على داك الانكولي دو فخوي كنضيفوا على داك الفواكه نضيفوا على الفواكه وهنا عندنا جوج طرق يا اما كنضيفوا ثلاثه ديال الورقات ديال الجيلاتين اللي كنكونوا بردناهم ترسوا داروا في الماء بارد ياك ترسوا داروا في الماء بارد مزيان كيتهرسوا الاول عاد كنديروهم في الماء كيتهرسوا كيديروا في الماء بارد كيف حتى كيترخفوا من بعد ملي كترخف كنهزها كتعصر مزيان من الماء كتوضع في واحد الزليفه صغيره وكنضيفوا عليها معلقه كبيره ديال الماء مغلى مزيان باش كتذوب بسرعه بلاتي حتى ترخف ونسقطروها تعصر باليد مزيان باش ما تبقاش فيها الماء فكنوضعوها في واحد الزليفه وكنضيفوا عليها معلقه كبيره ديال الماء نحطها في الزلافه
ونضيف عليها شحال معلقه كبيره ديال الماء. ما كيدير ماء مغلى يكون باقي سخون يعني غير غلى كنضيفوا عليهم مقدار معلقه كبيره ونحركوها باش كتذوب. فمني كتذوب كنضيفوها لذاك الخليط ديال القشده ايه وكنضربوها عاوتاني لا دوزيام فوا اولا المره الثانيه باش كتخلطنا لو كولي دو فخوي مع الجيلاتين مع القشده وكنديرهم في علب ولا كنديرهم في كوكوز. ضروري تطلع باش كتخلط كتميلونج لينا ديك القشده مع الكولي دو فخوي مع الجيلاتين وكنوضعوها في المجمد في كؤوس صغيره او في علبه طاسه كبيره وضعوا في الكونجيلاتور اولا في المجمد مده ديال واحد 6 ساعات حتى كتجمد وكنبدا ناخذها يا اما كويرات يا اما معلقه كنضرب زليفات كنقدمها بصحه وراحه. هذه اسهل كلاص اسهل كنستعملوه في البيت. كاين انواع كثيره ان شاء الله يربي يكون الصيف نبداو نعطيو انواع كثيره ديال الكلاص. القشده كتمشي ما سكر ما كنزيدو لها حليب لا والو دابا لا غير هذاك 150 غرام سنيده ياك سنيده ولا سكر كلاصي بحال بحال وما يجيش هذا حلو بزاف لان كاين راه بعض السكر مع الفواكه وكاين راه بعض ما تنساش الحموضه اللي غتكون في الفواكه ما تنساش فريز كيكون فيه واحد النسبه الحموضه فهمتي فديك نسبه الحموضه غادي تجيك مجهده على اترو ديال الكريمه لان حنا كنقولوا قاعده كتبقى لكل اترو ديال الكريمه فيه رابعه ديال السكر هذه ضروريه هذه ضروري ما نديروها. هاد النسبه اللي كنديروا ملي كيكون عندنا الديسير سواء هي قالت لك يا اما الكيوي يا اما المونغ يا اما ما غاديش تكون فيه ديك درجه الحلاوه اللي غتعطيني بانها نحلي اترو ديال القشده طريه هكا راه مازال كيقول لك كيجي شويه ناقص يعني الناس اللي كيقولوا كيجي شويه انا بالنسبه لي كيجي معتدل اللي كيبغي الحلاوه اكثر راه كيزيد واللي بغى نوع واحد كيدير فاكهه وحده مثلا فاكهه وحده كيدير نفس الطريقه فوالا كياخذ اترو ديال الكريم كيطربها باش ديك القشده الطريه يقسمها مع كل شويه ديال الفوالا ولكن قبل ما يقسمها كيزيد الجيلاتين في الاترو ثلاثه البرقات عادي يقسمها فوالا عادي يقدر يقسمها ديك الساعه يقدر يدير في الشكلاط يقدر يدير بالفواكه تقدر دير بعض النوع ديال الفاكهه الاخرى بالفريز بالكيوي نجربوا هادشي هذا ساهل وكيجي كلاص زوين لان القشده الطريه اساس اي نوع ديال الكلاص الاساس ديالو هو اللي كنقولوا حنا داك الكلاص اللي كيكون لزج او كيكون رطب يعني ما كيكونش متلج من الداخل كتكون القشده الطريه. كاين انواع ديال الكلاص اللي كيتحضروا بلا قشده الطريه تطلع كتسقى ياك كتسقى طبعا كتكتب الكريمه هي اللي تنخلطوا بالحليب ياك اللي كناخذوها غبره غبره لا هذيك البودره هذيك الشونتي البودره الشونتي هذيك الكريم شونتي هذيك كنديروها فقط للتزيين مزيان هذاك كريم شونتي بلاتي نضيفوه ممكن اضافه الكريم شونتي ياك ممكن اضافه كريم شونتي اي من الفوق فوالا والا هذه قلنا حتى هي كطلع بحال كريم شونتي هي كتبدا تتقال تتقال تماما غير هي تكون بارده ما تثلجش حيت راه اون فوا تكون فيها قطعه ديال الثلج راه ما كطلعش ما كطلعش اون نيج انا نخاف دابا من هاد القشده الطريه ما تطلع لياش لا جي باغي تكون بارده حيت دابا ما ديرش الثلاجه ديرها في المجمد لمده ديال واحد 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه ما تجمدش هي اللي فات 30 دقيقه غتجمد بداتي وتبرد مده 30 دقيقه تقريبا في المجمد حيت لا جمدات بلا ما تجمد الا جمدات ما غتعاودش تطلع لك بلا ما تجمد ونبردو حتى الاناء قلنا اذا مزيان ها هو الكلاص ديال الديسا ديال هدى اليدالي اعطيناه لبنى مدينه الدار البيضاء ياغورت هذه طلباتو اسيه من كازا ياغورت عندها الاله بالنسبه للاله اللي عندها فهي تحضر الياغورت بسهوله غادي تاخذ السترو ديال الحليب ديال ديك الاله هي اللي كتخطر داك الياغورت تعطينا ياغورت طبيعي وممكن نديرو في البيت يعني بدون اله عطينا الطريقه شحال فوالا عطينا الطريقه غادي ناخذوا السترو ديال الحليب السترو ديال الحليب دابا اللي عنده هذه الاله يدير هذه الطريقه فوالا غادي نسترو شنو نسميو ياغورت ديال الدار بآله ياغورت واخا نسترو ديال الحليب ايوا السترو ديال الاترو ديال الحليب ولكن هي بالنسبه لها تحتاج الاله كامله تحتاج اترو ديال الحليب اترو ديال الحليب فوالا اترو ديال الحليب باش تحضر نوع ديال الياغورت اللي خاص بها في البيت دائما كنقولوا ياغورت اللي طبيعي ما غايكونش يكون مختلف على ديال الزنقه الطبيعي حنا عطيناها الطريقه اللي هي سهله غتاخذ ياغورت غدير يدفى دير معاه مقدار الكل نبداو بالياغورت هو الاول الياغورت هو هذا انا غنقول لا غنبداو بالحليب في كاسرونه ها اترو الحليب في كاسرونه كنضيفوا عليه السكر شحال ديال السكر حسب اختيار ديالها لها حرية الاختيار يعني تقدر ديرو مسوس ناقص حلو
كديرهم كي سخن وي سخن وكتبدا ملي كيدفى هو ما خصوش يسخن درجه الحراره. يعني احنا عندنا ترمومتر او اللي كنقولوا حنا درجه الحراره كنعبروها بالصبع الصغير فبسرعه كياخذ درجه غير دفى فتعبر غير بصبعها الصغير كيدفى. مجرد بانه كيدفى مع داك السكر كتحطو كتضيف عليه ياغورت طبيعي اما بنكهه الفاني او اي نكهه كتفضلها هي وكتضيف معاه واحد الجبن كريمي جبن داك ياغورت ديال الجبن زرق دونك ياغورت ياغورت فرماج ياغورت فرماج فوالا برافو ياغورت فرماج صافي وكتخلطهم بداك التراب اليدوي ونطرب بالطراب اليدوي نعم حتى كيندمج ليه داك الخليط مزيان. ملي كيندمج الخليط كديرو في كؤوس وكتخدم الاله ديالها هنا غتلقى راسها بان يا اما هنا عندها جوج طرق سواء دير ان كولي دو فخوي او دير نكهه من النكهات اللي هي كتبغي او دير قطع ديال الفواكه حسب اختيارها داكوغ. هنا كتولي كتجمد فوالا هنا كتحصل على ياغورت اللي هو خاص بها فهو مذاق الياغورت وفي نفس الوقت كريمي كيعطي واحد النكهه لذيذه يعني كيكون حتى الشكل ديالو لذيذ كيكون زوين بالياغورت كريمي كنسميوه ياغورت كريمي بصحة وراحة ياغورت كريمي ها هي لا احلام شنو كانت بغات؟ انا عسمات الكيك والياغورت والكلاص هذو هما الاسئله اللي كانوا عندنا شنو هي؟ تبقى باردة؟ معلقة باردة ديالها شاهين؟ لا دي هذا التيسال الأول هذا اتفقنا على أنه فعلا أكدت لينا الهضرة اللي قلنا في الأول ديال واش نديروها يعني تطيب ولا المكونات باقي خضراء. دابا نمشيو للاس ام اسات ونشوفوا عاود الرسائل اللي عندنا. قال لك السلام عليكم يا الغاليات انا جربت الكيك ديال الحليب الليمون جات واعره وجربت مسمنات بتفاح جات زوينه ولكن جاو مقرمدين بزاف واش هما كيجيو هكذاك؟ عطيونا حنا مسمن بتفاح وي كيجيو مقرمدين؟ لا ماشي بزاف ما تخبيقوش في الفران درجه الحراره كثيره ما تعرفش عليهم العام الفران من الفوق حتى كيتحمروا كيطيبوا هما ملي كياخذ الفران درجه الحراره كيسخنوا كيسخن. قالت لك السلام عليكم عافاك بغيت المقروض ديال هدى. مقروض درناه؟ لا مقروض باقي ما درناش تتقرب القصيد الحلو تقرب رمضان المقروض ديال رمضان اصاحبتي واخا راه قرب وقت الاشهار غادي نوقفوا دغيا ومن بعد نرجعوا نكملوا الرسائل ديالكم على 5566 وغنرجعوا ناخذوا حتى 6 داشو 3 ديال الدقائق وشي واس مجربه وديده باقيين تناخذوها طبعا على وباقيين كنسمعوا لكم كناخذوا طلبات وشي واس ديالكم على 0522 36 10 36 مع هدى اليداري. هدى اليداري الخبيره في الطبخ. هدى قال لك السلام عليكم فيني لا غوسيت ديال الخبز سميتو بان دي بيس قالت لك طلبته ديك المره ليك الله يرحم بها الوالدين دونك الا جبتيه معك هدى كاين المقادير تعطينا هاد بان دي بيس. تحياتي بغيت نمره ديال سونتخ من الحل هو جاي كريم عبد العلوي نطلبوها منه. هدى أمينة سلام طلبت الخميس اللي فات غوسيت ديال الخبز سميتو بان دي بيس. احنا قرينا الاس ام اس ان شاء الله غادي تعطي لك اليوم. صباح الخير أمينة عافاك بغيت هدى تعطينا الطريقه ديال لا موتارد في الدار والبصله بودغ دوزناها وزيا مدربي لك. نشكركم على هذا المجهود ديالك انت واختي هدى. انا جربت شحال من حاجه وتبارك الله عليها تبارك الله عليك هذا الهدى الله يبارك فيك حبيبتي. لبنى بن رباط قالت لك احماق عليكم انتوما الوانيس ديالي في الخدمه عافاكم بغيت البسطيله ديال الدجاج. لا 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 دابا ما متعفقينش الوانيس الوانيس ديالك واخا ولكن البسطيله ديال الدجاج خاصنا لك واحد الساعه. طيب حنا غادي نوجهوك لصفحتنا على الفيسبوك تماما غادي نوجهوها على صفحتنا على الفيسبوك شاده الاسره غتلقاي ان شاء الله بسطيله ديال الدجاج غتلقاي ديال هدى وغتلقاي حتى ديال نساء اخرين وحدقات اخرين دونك اختاري انت اللي بغيتي. ناخذوا اتصال ديال حوريه من بركان. حوريه السلام عليكم. عليكم السلام اختي امينه. مرحبا بك. الحمد لله الله يبارك فيك. تفضل السلام اختي هدى كي دايره؟ الحمد لله الله يطول لي عمرك.
كنشكرك بزاف اختي هدى على الوصفات اللي كتعطي لنا. الله يحفظك يا حبيبتي. هذه الاذاعه بالنسبه لي مدرسه كنتعلم منك اختي هدى. الحمد لله. مرحبا اختي هدى. كنتي وعدتيني تعطيني التشيسكي كنت طلبته منك واحد المره. بارد تشيسكي بارد. ما كيطيبش. واه ما كيطيبش الثلاجه. والله يجازيك بخير. دوك الحلوة تاع الشيكولا اللي تجي في السيليكون باردة. وحيدة حرية. وكنت طلبت أمينة. عملي شديتيها دابا. مقبل حرية. أمينة. حرية. عملي شديتيها دابا في تشيزكي. واه. لا تشيزكي كان المرة اللي فاتت صح دوك كنطلب هذا النهار الحلوة تاع الشيكولات الباردة اللي كتجي هكذا المناسبة. يا شوف اختاري وحيدة لأنه خمسة دقائق ومازالين ناخذوا طلبات. المهم منا ماشي ضروري اليوم اختي أمينة. يلا إن شاء الله إلا عقلات لك عاوتاني مرة جاية تقول لها وعدتيني شديها. واخا حورية شكرا لك من بركان. نبداو بعدا بالخبز دي بيس يا بان دي بيس هو الاول سريعا. بان دي بيس بان دي بيس على حسب هي اشنو اللي باغت باش تنسي. عطينا انت شي تنسيمه زوينه من عندك حنا تايقين فيك. يلا بان دي بيس. اها حبق من الانواع ديال بحال اللي قالت هند. ماشي بان دي بيس. هما كيطلب بان دي بيس يعني كيكون بالمناسبات. خبز بالمناسبات فوالا. هي كاين واحد النوع ديال الخبز اللي كنوضعوا فيه زري الكتان فيه الكمون حبوب فيه هذا الزعتر فيه بزاف ديال الاشياء الزنجلان فيه قطع ديال اللوز فيه بزاف ديال الحاجات فيه الشوفان فيه هذا. فهما كيكونوا انواع ديال اللي كنقولوا حنايا المنسمات اللي كتضاف في الخبز او بادي بيس كيكون حتى بالاشكال ديال اللي كيكون بسكيجبير بالقرفه بالقوزه بحال هكا. فهادو اشياء كلهم كيكون ممكن تضيفهم غير كل حاجه ماش كتمشي. فممكن كنستعملوا اللي مشهور بزاف كثير هو الباندي بيس اللي كنعرفوا هو اللي كيكون بزريعة الكتان وكيكون بالنافع وكيكون بالزنجلان وكيكون بالشوفان. فهادو قبل ما نستعملوهم في الخبز شنو كنديروا لهم؟ ديك المره كنا درنا شنو؟ درنا كريسات بزراره ولا الخبز بزراره؟ كنا درنا خبيزات باقينا. خبيزات؟ وي هادي دونك خبز بالمنسمات. درنا خبز بالمنسمات يا. درنا شوفي. واخ عطينا الوصفه الثانيه تنقلبوا هاد الخبز بالمنسمات واش درنا ولا لا؟ تشيز كيك بارد؟ لا تشيز كيك بارد بزاف الناس كيطلبوا عليه. غادي ناخذوا باش يجينا ناجحه 1000% فكناخذوا البيسكوي. البيسكوي يعني البيسكوي اي نوع ديال البيسكوي اش كنقول بيسكيتو. لا بغينا كاع الناس يفهمونا اشنو بغيت نقول. هي حتى الا عندك حلوه بارده شي لي تشيز كيك حتى الا بقى عندك واحد النوع ديال الصابلي ولا الفقاص ولا شي حلوه اللي هي بردات ولا شي غريبه بردات لك طحنيهم ما يترماوش. دائما نديروهم في واحد البلاستيكه ونديروهم في المجمد كنجبدوهم كنطحنوهم كيولي على شكل بودره. بلاتي شحال القياس غنديرو؟ غادي نوضعو واحد 350 غرام. 350 غرام يعني زلافه بسكويت. زلافه وكاس ديال العنبه. الناس اللي ما تقول لك الميزان فزلافه ديال الطوس ديال الرابعه ومعها كاس ديال العنبه. باش تجيك القياس هو هذاك. هذه بغينا باش تجينا واحد ما تجيناش رقيقه بزاف داك العجين او ديك لاباط اللي غتكون تحت ما تكونش رقيقه بزاف. فغادي ناخذوا غادي نطحنوهم غادي نديروهم في واحد الاناء ونضيفوا عليهم 100 غرام ديال الزبده. في اناء زائد 100 غرام ديال الزبده. معلقه ديال الكونفيتور. معلقه كبيره. اييه ديال الكونفيتور. الكونفيتور او الجليكوز اذا ما توفرش توفر الجليكوز نديرو غير معلقه صغيره. ديال الجليكوز كانوا نضيفوا عليهم باش ما يكونش ديك المشكل ديال لي تشيز كيك اللي بزاف الناس كيعانيو منه. هي ملي كنديروا لي تشيز كيك بارد وكنديروا في الثلاجه ديك لاباس كتبدا تقطع اولا كتفرتت. فباش ما يكونش ديك المشكل كنضيفوا عليهم 100 غرام ديال الشوكولات يا اما الشوكولا بيضاء يا اما الشوكولا كحله. على حسب واش بغيت انا التشيز كيك بالشوكولا ولا بغيت يجيني غير عادي. فكندير 100 غرام ديال الشوكولات هو كيقبض مع ديك السته ملي كتبرد في الثلاجه فما كنلقاش ديك المشكل بانها كتكسر ليا لاباط ملي كتبقى واحد شويه ملي كتبقى قابطه بهذاك الشوكولا. فوالا يا اما هكذا يا اما كنديرو عندنا جوج طرق. يا اما كنديرو غير الزبده وكنجمعو بها ديك لاباط في عوض 100 غرام كنديرو 150 غرام ديال الزبده وكنضعو معلقه صغيره ديال الجليكوز او معلقه ديال الكونفيتور وكنجمعها كنقرصها في ديك المول ونقرصها في المول ونديرها في الثلاجه. ملي كنوضعها في الثلاجه كنجبدها
واحد كانوا ضاع في الثلاجه واحد 20 دقيقه والو لا حيت المول ديال الجاز كيك معروف واخا ونديرها في الثلاجه شحال واحد 20 دقيقه في المجمد 20 دقيقه في المجمد هذه هي الطريقه ثاني اللي كنقول هنا ملي كنديروها علاش انا قلت نديروها غير بالزبده وبالجليكوز او بالكونفيتير واحد كناخذوا مقدار واحد 100 غرام ديال الشكلاط ابار كنديروها كندوبوها في حمام مريم وكنخويوها وسط ديك العجين يعني فوق منها كندهنوا داك الوجه ديالها كامل بلاتي من الشكلاط مدوب في حمام مريم ايوا علاش كنديروا داك الشكلاط باش ملي كنديروا حتى تخرج من حتى كتخرج من الطونجيلاتور ناخذ 100 غرام من الشكلاط مدوب في حمام مريم ونخويه على العجين حتى يبرد لا خصو يكون بارد بطبيعه الحال انا الشكلاط غندهن به غير الوسط ديال العجين على العجين ملي خرج من علاش كنديروا هذا امينه كنديروا لان ملي الشكلاط لا زعما الشكلاط نخليوه تيبرد ولا ولا لا خصو يكون سخون يعني هي تخرجها بارده خويه هي بارده بغيتها تكون قابطه شدات لافورم ديال لاطا علاش كنديروا هاد الشكلاط لان ملي كنديروا الكريمه وكتبقى عندنا لي شيز كيك مده ديال واحد نهار يومين كتولي كتفزق فكتولي كتكسر بسرعه الشكلاط الا درناه في وسط منها هذه نفس الطريقه كنديروا حتى لي تارت لي تارت باش ما يفزقوش لينا بالكريم باتيسيير اللي كنديروا حيت الغدلي كيبداو يتقسموا كيديروا لي تارت كيتفرتوا فباش ما يتفرتوش هذاك لي تارت باش يبقاو قابطين لا فورم ديالهم شويه ديال الشكلاط في القاع ديال لا تارت او لي تشيز كيك باش ملي كيبرد ما كيوصلش ديك السوائل اللي كتكون الكريمه او هذه ما كتوصلش للعجين ملي تنخوي تنعاودو نرجعوه للثلاجه ولا بلاش لا بلاش حيت ديك الساعه غيجمد على الشوكولا انها تكون بارده فالشكلاط بسرعه اي حاجه بارده كيجمد فيها الشوكولا ايوا شنو اخر كناخذوا الكريمه هنا نحضروا الكريمه بارده تحضير الكريمه بارده غادي ناخذوا ربعه ديال القشده طريه هي على حسب العرض هي اللي ما كانتش عريضه بزاف يعني كان المول غير صغير ديال 24 او 30 سنتيم فغتكفينا واحد العلبه ديال القشده الطريه غادي ناخذوا علبه ديال القشده الطريه الناس اللي غادي عندهم المول اكبر كيدوبلوا المقادير كناخذوا 250 غرام او علبه ديال الجبن الجبن وكناخذوا جوج ياغورت جوج ياغورت كريمي ياغورت كريمي فروماج كريمي فروماج كريمي فروماج كريمي وواحد 150 غرام ديال السكر حتى 200 غرام ديال السكر حسب درجه الحلاوه اللي كتبغي السيده ايوا كنطربوهم كنطربوا القشه الطريه بعدا اول شيء هو كنطلعوا القشه الطريه بوحدها كنضربها بوحدها ونطلعها بوحدها إيه؟ بشكل كريمه كنضيف عليها الياغورت اللي قلنا حنايا عاد جبن ولا جبن عاد الياغورت لا الجبن كنضربوه مع السكر بوحدو فهو خصو يطلق خصو يضرب بوحدو ايوا بلاتي الحق دونك كاين جوج مراحل نديروها هنا بلاتي 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 ربعه ديال القشره الطريه تقريبا نطلعها بوحدها ثم غنمشي غادي ناخذ العلبه ديال الجبن انت ما كطلعش هادي عادي هي كنضربها كنضربها باش كتولي كريمه مع السكر مع 150 او 200 غرام ديال السكر زيد كترب مزيان ملي كترب كنضيفوا عليها الياغورت زائد ياغورت او الجبن كريمي اللي كنقول يعني داك الياغورت اللون ديالو ازرق جوج كيكون بالسكر طبيعي بدون فاكهه ياك ملي كنضيفوه عاد كنطلعوا القشده الطريه وكنضيفوها فوق الجبن كتكون عندنا ديجا طلعنا القشده يعني ديجا ولات عندنا على شكل كريمه القشده اللي صوبنا ايه وكنضيفهم كنميلونجيو كلشي اخر شيء كنضيفو هو جوج ورقات ديال الجيلاتين ولا معلقه صغيره ديال الجيلاتين غبره معلقه صغيره ديال الجيلاتين غبره حتى هي كتكون مذابه معلقه صغيره ديال الجيلاتين غبره كندوبوها في معلقه كبيره ديال الماء وكنضيفوها كبيره الماء بارد عادي لا الماء طايب البودره كتسهل علينا لان ما كنبقاوش نهرسوها ونديروها في الماء بارد وهادي كنديروها كنضيفوها على معلقه الماء مخلى وكنطربوها كنخلطوها وكنزيدوها مع الخيط وكنطربو صافي صافي حبيبتي مسرع وكنشدو هاد الخليط كنديروه فوق من العجين ديالنا وكندخلوه للمجمد ناخذ الخليط نديرو فوق العجين وندخلو المجمد مدة واحد ساعتين حتى ثلاثة كتجمد بسرعة ثلاثة ساعات كتكون واجدة صافي ثلاثة
كنديروا ليها ان غلاساج ولا ان كولي دو فروي من الفوق حسب. شوف هي حتى بغينا نضيفوها بالشوكولات كنضيفوها، بغينا نديروها بالفواكه كنديروها بالفواكه حسب اختياركم، يعني نديروها بالفاني، نديروها بالفخيز، نديروها بالكيبي، حتى النكهات ولات كتلعب دور. خبز بالمنسمات الا لقيتي؟ ما لقيتوش، كنقلب لقيت مازال القرص درناه، الخبز ما نضنش درناه. يلا نديرو. يلا اذا غادي ناخذو نص كيلو ديال الفورس، غادي ناخذو 100 غرام ديال الفينو، حيت هو ما كيتستعملش فيه بزاف ديال الفينو او سبيسيال او طحين صفر حسب الاختيار. غادي نضيفو عليهم معلقه صغيره ديال الزبده، غادي نضيفو عليهم مليحه معلقه ديال السكر سنيده، غادي نضيفو هنا الخبز المنسمات. الا غادي نوضعو المنسمات اللي حنا هضرنا عليها سواء كان الشوفان سواء كان زريات الكتان كانت اي نوع ديال الحبوب حنا كنفضلو نضيفوه. داكوغ، فاول شيء كنديروه في واحد الاناء وكنضيفو عليه كاس ديال الماء مغلى، اي نوع ديال الشوفان لان الشوفان خصو يفزق في الماء. فهمتي؟ النافع، زنجلان، قلنا زريعة الكتان بحال هكا، هادو من الانواع اللي خصهم يضاف عليهم كاس ديال الماء مغلى. علاش؟ النافع او زنجلان او زريعة الكتان. هادو الا غنوضع الحبوب خاص الماء مغلى. علاش؟ باش ما تبقاش قابطه، يعني ما تبقاش قاصحه، بغيناها تجي لينه ما تبقاش عندناش مشكل باننا خصنا ندغوها في هذه الكميه ديال الدقيق. شحال كناخذوا في هذه الكميه؟ كناخذوا كاس مخلط بكل شيء، بالشوفان زي الكتان بالزنجلان بالنافع، اي نوع من المنسمات او هما كلهم مخلطين او كلهم مخلطين. هما كلهم مخلطين، فاش كنديروهم؟ كنوضعوهم في واحد الاناء، كنوضعوا ليهم الماء وكنخليهم معاهم الشوفان لان الشوفان كيشرب الماء، كيشرب ديك نسبه الماء كامله. زائد شحال ديال الماء؟ كاس، كاس ديال الماء. العنبه ما دافي؟ ما دافي احسن. ونخليهم راقدين واحد الساعتين حتى 3 ساعات عاد كنضيفوهم. الشوفان ويبقاو مرقدين ساعتين. نعم، وبالاضافه ملي كنضيفهم من بعد العجين فوالا كنضيفهم، كنوضعوا الخميره، خميره معلقه كبيره ديال خميره الخبز، واحد نص ساشي ديال خميره الحلوه، نص خنيشه ديال خميره الحلوه كنضيفوها معها، كنضيفوا معها واحد نص كاس ديال الحليب، واحد كنعجنوا ونعجن صافي. كتعجن عاديه. هنا الا باغا هي الخبز المنسمات الاخرى اللي كانت عندي بيس، فهو اكثر شيء كيكون يا اما بزنجبير، بزنجبير كيكون بزنجبير الكوزه والقرفه، هذو ثلاثه الحاجات كيضافوا ولكن بمقادير مختلفه. فبالنسبه لنص كيلو ديال الطحين و100 غرام ديال الفينو كنوضعوا فقط راس المعلقه ديال الزنجبير، وكنوضعوا ربع معلقه صغيره ديال القرفه، وكنضيفوا ربع حبه كاملين كاملين ماشي غير واحد فيهم، لا بثلاثه بهم كيكونوا. واحد راس واحد شويه، يعني كنحك غير واحد نص ديال ربع ديال الكوزه، يعني غير وحيده جوج ديال الحكات صافي، وكنضيفهم. شحال القرفه؟ قرفه كندير ربع معلقه صغيره، وقل من ربع معلقه ديال السكينجبير باش ما يجينيش حار، لان هادو هما اللي كيكونوا بالمنسمات او باندي بيس كيكونوا بهاد الطريقه صافي. وكنعجنوا عادي، هو كيجي اللون ديالو مغلوق لان مع ديك القرفه ومع ديك التوابل كيجي اللون ديالو مختلف شويه. وبصحه وراحه. بصحه وراحه، بحال اللي كنا قلنا يعني بلي بيس نفس الطريقه، نفس العجين، الحليب، الخميره، الخميره ديال الحلوه، شويه السكر، الزبده، هادو كلهم كنضيفهم اللي بغينا نستعملو، من غير ملي غنبغيو نستعملوهم بالزيتون او بزيت العود. فكنديروا جوج معالق ديال زيت الزيتون عوض الزبده. طيب ام منى، ناخذ اتصال ام منى من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله. بغيت نقول لك بعدا بأني كنتمنى نكون بحالك. شكون أختي اللي ما يبغيش يكون بحال هدى؟ بحال هدى وبحالك أنت. تبارك الله. لا أنا أختي كنقول أنا بحالك. هي عندك وكل شيء سعادتك. ربي يخليك. بغيت نطلبك عفاك، عندي راجلي مريض بالكوليسترول. ما شاء الله، الله يشافيك. وبغيت باش نسول أختي هدى الله يرحم والديك. كندخل الكوزينة ما تليت كنعرف باقي ما ندير، علاقاش طبيب ما عليه الزبدة والزيت والبيض. ورمضان قرب، هو من الناس اللي كياكلوا بزاف. تمنيت لو كان زعما دير واحد النهار خاص غير بالماكله ديال الكوليسترول، لا من الملح ولا من الحلو. هذا اول رمضان غيدوزو.
اول رمضان غادي يدوزو بالكوليسترول. زيت الزيتون ماشي ممنوع عليه لالا؟ نعم. زيت العود حتى هي ممنوعه؟ لا لا زيت العود ما ممنوعاش عليه، ولكن الطبيب قال لي باش ياكلها ما طيباش. الوغ دابا هو كياكل غير زيت العود صافي. طيب طيب امونه شكرا للاتصال ديالك، الله يشافي الزوج ديالك. ناخذ بشرى من الدار البيضاء. السلام عليكم. السلام عليكم. كدرا امينه؟ السلام بشرى، الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يطول لي عمرك لالا. اختي عندي واحد جوج اسئله. بغيت داك الياغور الطبيعي اللي قلتي قبيله، واللي ما عندوش الماكينه ديال الياغور باش يمكن تعود ديك الماكينه. والسؤال الثاني بغيت مقادير ديال عجينه السكر. الله يجزيك بخير. واخ مرحبا. غير وحيده، غير سؤال واحد. يلا تفضلي، علاش تبغي تجاوبيها؟ بعدا نجاوبوا ام منى. الوصفات ديال ام منى كنظن خاصنا شي حلقه، فعلا شي حلقه هكذا بحال هكا الا بغيتي حلقه الاسبوع المقبل ولا كذا، ونديروا شي وصفات اللي هي خاصه برمضان، مثلا شي شهيوات تكون فيها زيت العود هكذا خضراء وما تكونش فيها الزبده والزيت. انا نخلي لك انا اختيار، نخليك الوقت تختاري الوصفات. فوالا ماشي مشكل، انا نديروا لها حلقه خاصه، ولكن ما فيها باس بان كاقتراح امينه نبقاو نديروا يعني من كل نهار او نهار او نهار لا حلقه خاصه. انت لا تلتزمين بوعودك يا هدى يا حبيبتي، فاذا سمعي الهضره ديري لينا واحد الحلقه ولا زوج كاع الناس اللي عندهم الكوليسترول يكونوا كيستمعوا ليهم، كل مره نديرو هكذا مرض هذه مزيانه، مثلا كل اسبوع مثلا نتكلموا على مرض او كل 15 يوم هكذا، وكنعلنوا عليها قبل يكونوا الناس كيسمعوا، ونعطيو مجموعه وصفات. اما تبقاي تقولي لي نعطي مره وصفه ما كتنسي، ما غاديش تعطينا والو، ما كتجيبيهمش معاك، واخا نفكرك ما غاديش تجيبيهمش معاك. اللهم هكذا حلقه ولا زوج يكون افضل. اذا امنا من فرنسا اسبوع مقبل، اسوء انا كنت ولا ما كنتش، اذا ما تنسيش هدى ان شاء الله غادي نديروا ليها وصفات رمضانيه للزوج ديالها اللي هو مريض بالكوليسترول. ان شاء الله كيف ما قلتي نديروا حتى سحب السكري، ولا عندكم حتى شي طلبات ديال شي مثلا شهيوات معينه ما فيهمش هذه الماده ولا ما فيهمش هذه الماده قبل رمضان، بالاحسن تستشروا معنا وتبعثوا بهذه الطلبات، باش هكذا ما يجي فين يوصل رمضان تلقاو راسكم بعدا جمعتوا شويه من الوصفات اللي هاد الناس اللي مرض مساكن ويزيدوا حتى بالجوع يبقاو يتشهاو على الاقل. هدى تعتقنا ببعض الوصفات ديالها. اذا ام منى ان شاء الله حلقه، هذا وعد. زيد سؤال ثاني خاص بالياغورت، كيفاش كيتحضر بالاله؟ كيفاش نحضروه بالاله؟ فنتبعوا نفس الخطوات اللي درنا في الاول اللي قلنا على الطريقه نفسها. هنا كناخذوا عوض الاله، كناخذوا كوكوط كنديروا فيها الماء مغلى ياك، حد ديك الكؤوس يعني نص ديال الكاس، يعني الماء يكون منين نوضع الكؤوس ما يوصلش الماء الفوق، يعني غير النص ديالو. لا لا شنو داك اللي عطيتينا ديك المره درناه في كوكوط وسدينا عليه بلا ما؟ يعني داك راه رايب رايب، جا بحال ياغورت حيت ما جاش مقبوط بزاف، جا بحال الياغورت. يعني هذا شنو خصك ديري؟ هذا الياغورت كريمي؟ لا ليا الماء ضروري، الماء ضروري، الماء ضروري مغلى، لان هذاك البخار هو اللي غيخرج يخليه يرجع. عوض الاله هنا غنجمعوا عوض الاله جبيبنات فوالا، نديروا كؤوس ولا جبيبنات كوكوط ولا في شي طنجره كبيره. لا احسن كوكوط، لان الطنجره تنطقت تحت تعطيه درجه الحراره مسدوده مزيان فيها الماء مغلى مغلي، غادي نغليو الكوكوط فيها الماء، يعني ما غاديش نوضعوا الماء مغلى في كوكوط بارده. داك هذا من الضروريات، لان الاله اللي كنوضعوها فحال اللي غادي نستعملوا الاله الكهربائيه غتكون عوضها الكوكوط، لان الاله الكهربائيه كتعطي واحد درجه الحراره عاليه باش كيتقبط لنا داك الياغورت ياك، فغادي ناخذ الكوكوط غتكون فيها الماء غلا فيها ياك، مجرد باننا نطفيو عندنا الكؤوس محطوطين كنوضعوا الكؤوس ياك، خاصها توصل الماء عند نص ديال الكؤوس ديك البوطه طافيه، يعني مجرد انني نطفي البوطه نوضع الكؤوس، كنوضع الكؤوس ولا الزليفات بحال اللي قلتي، وكنقبض ديك الكوكوط كنسدها وكندير ليها الصفاره وكنخليها مده نصف ساعه ياك، نصف ساعه فشي بلاصه سخونه يعني، ولا تخليها غير فوق البوطه اللي كانت شاعله عليها باش تبقى سخونه ياك. منين كدوز ديك 30 دقيقه كناخذ ديك الكؤوس كنجبدهم كنلقاهم قبطوا في بعضياتهم وكندخلهم الثلاجه مده ساعتين وكنقدمهم بالصحه والراحه. سهله. قالت لك او قالت لك اس ام اس هدي هدى بغات
اوه تكودة انا بغيت بان دي بيسي على درناه كيكة بالقرفة وسكينجبير كيكة بالقرفة وسكينجبير ونست نفس المقادير العادية اللي كنا عطينا ونزيدو فيها غير كيكة وسكينجبير ولا بوحدها بقاش الوقت ياك واخا حبيبتي انا بغى المخمار بحال ديال المحلابات المحلابات كيبيعوا المخمار شنو المخمار بعدا المخمار سنعرفو بحال المسمن هو تيكون عرفتي تنتقب شوية كيتباعش هذاك في المحلابات المخمار كيقولوا حتى البطبوط ياك اييه فعلا واخا بغيت قالك الخبز ديال الهامبرغر عرفتي شنو مع بجينا بالخبز خصنا شي حلقة خاصة بالخبز السلام عليكم أمينة عفاك هدى نيميرو ديال المدرسة ديال الطبخ ديال حي حسني ما كتجاوبش فيها ما كيجاوب فيها حتى شي واحد واش مازال ما بديتوش هي 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 بداو طيبوا بداو طيبوا ايوا عطيتو وجابوا لي التليفون اللي كيجاوبوا فيه وجابوا لي الطياب ديالهم يعطينا شي نمرة اللي كيجاوبوا فيها لا هي النمرة اللي كنجاوب فيها كاينة ديالي وكاينة الفيكس شنو هي الفيكس؟ قيدي ايه كاين الفيكس ديال هذا 0527 28 0527 28 96 22 عاوديها 0527 28 96 22 ولكن اللي نكون في معلومه ونحن في عطله الاسبوع كنا عطله داك نحن في عطله وخا عيطت البارح واليوم قلت ما كيجاوبوش لا نحن في عطله الله يخليك اختي هدى بغيت الطريقه ديال الجبن الجبن عندنا في الفيس كنا درناه وعلى اي احنا باش ما نكونوش عاود هذا احنا ملي يقرب رمضان غنعاودو نديرو هاد الوصفات اللي مهمه واخا كاينه في الفيسبوك حنا غادي نعاودوها اللي هي مثلا الجبن اللي هي الحريره اللي هي الشبكيه اللي هي السلو مسمى بريستيج كتصور علينا هذاك ما نهضروش عليه اللي هي المهم بحال هكذا اللي كان شي حوايج ضروريه كيحتاجهم بزاف في هذا مخمر اللي هي فوالا فهمتي دوك الشيء الزويون بريوات الكاتو ديال لانيفرسير بنتي عندها انيفرسير ديمونش ولالا بون انيفرسير والله يخليها لك وعلى صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاي فوغي نواغ من اقتراح ديال هدى وغتلقاي كذلك وصفات كثيره بحال هكذا سيرو بليك الله يحفظكم انا هدى بغيت تاخت تارين على الانفير ديال لي بوم هادي امير مدينه الدار البيضاء سي نبغي طريقه سفنج سفنج كاين في الفيس حتى هو كاين وفاتحه من وجده الله يخليك اختي هدى بغيت طريقه نتاع الجبن قريناها اذا قلنا الجبن حتى هو راه كاين على اين نعاود نذكر بالرقم ديال ولا بالعنوان ديال الصفحه ديالنا على الفيسبوك اللي يمكن لكم تلقاو فيها كاع هاد الوصفات بالاضافه لوصفات كثيره اخرى ومتنوعه بطبيعه الحال شي وحده غتلقاوها بزاف ديال المستمعين عاطين اكثر من نوع بالاضافه للنوع ديال هدى اللي هي شاده الاسره C H A D A L O U 2 S R A C H A D A شادة L O U 2 S R A إذا نتمنى أنكم إن شاء الله تدخلوا للصفحة ديال الفيسبوك أنكم تستافدوا من هذه الوصفات وهذا الشيء واز هدى كنشكرك بزاف شكرا بغيتي تضيف شي حاجة قبل نودعوك لا صافي بالنسبة لبزاف الناس اللي كانوا يطلبوا الحلويات كنقول لهم غادي نعطيوهم الحلويات ولكن في حلقات إن شاء الله كل مرة نحاولوا حتى دابا اليوم ثلاث ما كيكونش عندنا بزاف ديال الوقت نحاولوا ان شاء الله نعطيهم الحلقه حنا فاصل سريعا استاذ كريم عبد العلوي حنا في الانتظار ديالو جا على بركه الله ما جاش غنستغلوك ناخذو من عندك شي وصفه اخرى بقاو معنا بعد